في حكاية لذيذة جدا حابب أكلمكم فيها النهاردة. لاعبة مصرية محترفة احترفت منذ شهر تقريبا، أيام قليلة جدا أو شهور قليلة جدا، وقدمت أداء محترم في مصر ومسيرة عظيمة جدا لحد ما راحت لنادي ريو أفي البرتغالي. معايا عبر زوم الآن لاعبة منتخب مصر لكرة القدم سيدات أسماء علي. اسماء مشرفة ومنورة، سعيد جدا بتواجدك معايا عبر زوم. وأنا سعيدة جدا بوجودي مع حضرتك في سكارين. أنا كنت النهاردة بقرا شوية حاجات كده عنك، لا حكاية عظيمة جدا من بدايتك لحد وصولك لرايو أبي. قولي لي الحكاية من أولها، بدأت كرة إزاي لحد ما وصلت للبرتغال؟ والله بص، يعني زي أي بنت لما تيجي تسألها أنت بدأت كرة إزاي أو لعبت إزاي، هتقول لك أول حاجة لعبتها في الشارع عادي مع أصحابي. بعد كده ابتديت اتمرن مع اولاد في نادي في بورسعيد وكده. كنت بتمرن مع فرقه ولاد، كان اعتقد كان مش فاكره اسم النادي قوي، بس هو كان في نادي المريخ عامه. اتمرنت معاهم حوالي 6 شهور علشان كلمت كابتن في القاهره وكده ان انا اروح اختبارات. كان كابتن اسمه كابتن محمد عايد. فضلت اتمرن مع الاولاد دول وكده. كانت الموضوع يعني كان الموضوع صعب، اللي هو ازاي بنت بتتمرن مع اولاد، فدي حاجه كانت صعبه بالنسبه لي. لحد ما جه في يوم كده عرفت كابتن محمد عايد عن طريق حد اعرفه، قال لي لو انت كويسه وكده ايه رايك تيجي القاهره واوديكي نادي الطيران اختبارات وكده. قلت له ماشي مفيش مشكله. فقررت وقتها ان انا مثلا اروح فعلا القاهره من غير ما اهلي يعرفوا، عشان الموضوع كان لسه برضو اللي هو في 2013 2014، برضو بالنسبة لنا الكورة ما كانتش واخدة حقها زي دلوقتي يعني. فقررت إن أنا مثلا تاني يوم اللي هو خلاص بقى أنا خدت شنطتي ورحت فعلا نادي الطيران. رحت اختبارات أول تمرينة وكده، الكابتن قال لي كويسة وكل حاجة، بس للأسف الموضوع ما مشيش، عشان بس هو مقابل المادي بس، اللي هو ما عندهمش بدل انتقال والكلام ده. فقلت له خلاص انا ما عنديش مشكله. فالكابتن محمد عايد وداني نادي وادي دجله، كلم كابتن الشيخ وكده، وبعدها بيومين او 3 فعلا رحت وادي دجله واتمرنت مع الفيرست تيم اول تمرينه، كان كابتن محمد كمال. بعد التمرين ما خلص جابني كده وقال لي تعالي انت جيبي ورقك بكره وتيجي. وفعلا تاني يوم جبت ورقي ومضيت مع النادي ولعبت. واول ماتش لعبته كان ماتش الكاس بين الطيران ووادي دجله، كان نهائي ولعبت الماتش ده. وبعد الماتش ده رحت المنتخب، فربنا كرمني يعني ورحت المنتخب بعديها وكده. بس عظيم. بالنسبه لي ان انا اخد شنطتي وامشي من بورسعيد على القاهره من غير ما اهلي يعرفوا، دي كانت بالنسبه لي صعبه شويه يعني، بس طبعا دي حاجه انا كنت حابه ان انا اعملها لان دي حاجه انا بحبها.